بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده معادنا مع الالكالينيتي تيست، وده من اهم الموضوعات اللي احنا هناخدها مع بعض، ومن اهم التستات اللي انت المفروض كمود انجينير تكون متقنها جدا جدا جدا، لانها هتفيدك كتير قوي. وعلشان كده كنت المره اللي فاتت في التست في الفيديو الاخير لما كنا بنشوف ان احنا ازاي نحسب البي اتش، فكنا بنستخدم في الانسترومنت زي البي اتش ميتر او استخدام البي اتش ستريبس او البي اتش بيبر. فقلت لكم في النهايه ان انتوا حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تتفرجوا على الفيديو بتاع الكونتامينيشن اند تريتمنت عشان يمهد لكم الطريق للفيديو اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الالكالينيتي، لانه طبعا فيديو مهم جدا. لان طبعا احنا عارفين ان انت ما ينفعش ان احنا اصلا بنعمل التستات دي كلها علشان ان انت تعرف هل انت معاك كونتامينيشن ولا لا، ومن خلالها طبعا ان انت تقدر تقول انا اقدر اعمل تريتمنت ازاي للمض بتاعي او للكونتامينيشن اللي معايا ده. فنبدا مع بعض الالكالينيتي تيست ونحسب البي اف والام اف والبي ام واللايم كونتنت. طب تعال نشوف الالكالينيتي تايتريشن ده عباره عن ايه. هي فكره الالكالينيتي تايتريشن او التيست بتاعنا هو عباره عن تايتريشن. التايتريشن ده طبعا احنا خدناه سواء كان في ثانوي او في كليه، وطبعا اشتغلناه عملي في الكليه. الفكره بتاعت بقى الالكالينيتي تايتريشن في حاله المض بالنسبه لنا، احنا بنعمل ديترماين للسوليبل سبستانس زي الهيدروكسيل وزي البايكربونات وزي الكربونات، وده اللي هو السوليبل سبستانس. اما في حاله الانسوليبل سبستانس زي اللايم كونتنت او اللايم كونسنتريشن اللي هو CoH/2. طب الكلام ده بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت بتحسب الاماونت اوف اسيد ريكوايرد تو ريديوس بي اتش، وده طبعا اللي احنا بنعمله دايما في حاله ان انت بتعمل تيست التايتريشن. طيب تمام اوكي، يبقى انا في الحاله دي انا محتاج ان انا يكون معايا المض او الفلتريت على حسب ما احنا ما هنشوف في التستات اللي احنا هنشتغل عليها، وان انا هيكون طبعا البي اتش بتاعها هيكون عالي زي ما احنا شغالين مثلا وليكن 8.5 من مثلا 9.5 ل 10.5. انت هتظبطها، هتقعد تضيف في الاسيد بتاعك لحد ما انت ما توصل للاند بوينت، سواء تشينج كولر او ان انت تظبطها على حسب البي اتش بتاعك باستخدام البي اتش ميتر. طب تمام اوكي، طب تعالى بقى نشوف الموضوع ده بيتحسب ازاي، او احنا بنعمل حاجه زي كده ازاي. احنا شفنا من شويه في السلايد الاولانيه لما احنا كنا بنقول ان انت بتقيس البي اف والام اف والبي ام واللايم كونتنت. طب احنا ده تعالى نشوف بقى الاختصارات دي عباره عن ايه. في المود انجينيرنج احنا بالنسبه لنا بيكون البي ده اختصار ل الريجنت الاولاني اللي احنا بنستخدمه معانا اللي هو الفينوفيسالين الكالينيتي، والام ده اختصار للميثايل اورنج. طب بي ام وبي اف والام اف ده اختصار للاف والام اللي هم بعد البي او بعد الام، بيكون ده البي البي الام بتبقى اختصار للمض والاف اللي هي اختصار لفلتريت. طيب تمام، يبقى انا دلوقتي معنى ان انا اقول بي اف معناها ان هو فينوفيسالين الكالينيتي اوف فلتريت، اما اذا كانت بي ام يبقى فينوفيسالين الكالينيتي of mud. اما في حاله الام اف فبيكون ميثايل اورنج فلتريت الكالينيتي. تمام، يبقى انا دلوقتي في حاله الميثايل اورنج او الريجنت ده بستخدم بس او بعمل التست ده على الفلتريت فقط لا غير، مش بعمله على المض. اما في حاله الفينوفيسالين فبالتالي بعمله على المض وبعمله على الفلتريت. طيب تمام، الفكره كلها دلوقتي احنا قلنا ان احنا عشان نعمل التيتريشن ده بعمل ميجرنج للاماونت اوف اسيد ريكوايرد تو ريديوس البي اتش. فدلوقتي فبالتالي ان انا دلوقتي سواء هستخدم الريجنت الاولاني اللي هو الفينوفيسالين الكالينيتي او الميثايل اورنج، انا في كلا الحالتين لازم يكون معايا اند بوينت بي البي اتش بتاعي، لان فهلاقي ان انا عندي في حاله الميثايل اورنج بيكون الاند بوينت بتاع البي اتش لازم اوصل له اللي هو 4.3، اما في حاله الفينوفيسالين بيكون 8.3. طيب تمام، في جزئيه بس مهمه عشان الناس ما تتلخبطش، احنا طبعا المره اللي فاتت عملنا ازاي تحسب البي اتش، والنهارده بنحسب الالكالينيتي، لان طبعا احنا كل ما كنا بنتكلم في الكونتامينيشن اند تريتمنت في الفيديو بتاعها كنا في الغالب كنا بنلاقي زياده في البي اتش يبقى زياده برضو بعدها في الالكالينيتي، بس لازم تفرق ان الاثنين مش واحد. تمام اوكي، طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض اول تيست مع بعض نحسب الالكالينيتي اوف فلتريت باي يوزنج فينوفيسالين ريجنت. So now we are going to proceed to measure the alkalinity, but of the filtrate, not of the whole mud. Here we have the filtrate that we collected before. It looks like we have enough because we are going to be needing only 1 cc for this particular experiment. So what I want to do is catch a 1 cc sample. Here we are. You can see the change in the pipette as I'm going all the way to 1. I'm going to go ahead and put the whole thing in the titration dish.
Now what we have to do now is go ahead and put a fin of tailing, and we can put pretty much an amount of approximately 10 to 15 drops. Here we have the fin of tailing, and there we go. I put 14, and that's giving me a very intense pink color that you could probably see. So now I'll have to titrate all the way to neutrality, or let's say to a pH of 8.3, which is going to be exactly when the fin of tailing is going to switch colors. So I'm going to switch pipettes, go back to my 5cc, and go back to my sulfuric acid 0.02 normal, and titrate. You can see the sulfuric acid coming up, and I got it exactly in 5. So I'm going to do again, carefully titrating and stirring at the same time. I'm going to continue doing this until the color disappears. And looks like we got it. Now it turned like a yellowish brown, which corresponds to the color of a fluid. So I'm going to go ahead and observe that the amount of sulfuric acid I used is of 0.6 cc. That's going to be then my PF, that means fin of tailing point of the filtrate. And this concludes our determination of the PF. تمام اوكي احنا كده يعتبر حسبنا اول حاجه لو الالكلينيتي اوف فلتريت يوزنج الفينوفيسالين انديكيتور. تمام كل الفكره ببساطه ان احنا جبنا واحد ملي من الفلتريت وضفنا عليه الفينوفيسالين انديكيتور بتاعنا, ضفنا عليه 2 دروبس او اكتر بحيث ان هو يديني البينك كلر. بعد كده بشتغل بالسلفوريك اسيد اللي هو اللي هو التركيز بتاعه 0.02 دروب باي دروب طبعا لحد ما اوصل للاند بوينت بتاعي ان هو البينك كلر ده يختفي, او ان انا بستخدم او بوصل للبي اتش بتاعتي ان هي تكون 8.3. وطبعا بوصل للموضوع ده باستخدام, او بعرف ان انا وصلت للاند بوينت بالبي اتش دي باستخدام البي اتش ميتر. السؤال طبعا دلوقتي ليه بستخدم البي اتش ميتر وما بستخدمش البي اتش ستريبس او البي اتش بيبر, لان طبعا زي ما قلنا في المره اللي فاتت ان الاكيورسي بتاعت البي اتش بيبر او البي اتش ستريبس بتكون 0.5, فبالتالي ما ينفعش تقول 8.3, لا انت اخرك هتقول 8 او 8.5. اما في حاله البي اتش ميتر ممكن تقول 8.1 8.2 8.3 لحد 8.9, فما فيش اي مشكله بالنسبه لك. بعد كده طبعا الريبورت بتاعك انت المفروض اي حاجه احنا بنعملها في المد ريبورت, فبالتالي هتكتب البي اف بتاعتك هي عدد الملي ليترز اللي انت خدتها من الاسيد اللي هو السلفوريك اسيد علشان توصل للاند بوينت بتاعك. طب تمام هناخد نفس العينه هنكمل على نفس التجربه هي مش هنرمي الفلتريت ده, وده اهم حاجه مش هترمي الفلتريت ده وهتحسب الام اف. تمام يعني انت دلوقتي استخدمت الفينوفيسالين كانديكيتور ليك في حاله استخدامك للفلتريت وبتعمل التست او التيتريشن عليه او الكالينتي تيتريشن عليه, فهتستخدم بقى في الحاله اللي احنا هنعملها دلوقتي اللي هو الميثايل اورنج. تعالوا نشوف مع بعض. So here we have the results of our titration of the PF, and we have practically got rid of all the pink color of the phenolphthalein because the pH now is below 8.3. So now we are going to continue with another experiment, which is put that pH all the way down to 4.3. So number one, I want to go ahead and use a reagent called methyl orange solution, methyl orange indicator solution. You can see as I put this that the solution will turn orange. What I did was to put 13 drops. Now we are going to continue titrating with sulfuric acid until the orange color disappears. I'm going to go ahead with the sulfuric acid as I did before. So I'm going to continue increasing the concentration of protons. So I'm going to continue decreasing the pH. Here we are. I want to start zero again, and the same as before, use one hand to titrate, the other one to steer. Sometimes it's difficult to catch because it will switch from orange
to a certain salmon pink, we are going to be better saying that actually I'm going to continue titrating until this is no longer orange. Yes, we can see that we have reached an endpoint, not very easy to perceive, but this is no longer orange. It looks to me more like a yellowish brick color. So, since this is no longer orange, we can consider the final point as 0.3 plus the 0.6 that we had before. We have then an MF, that means the methylene orange point of the filtrate, of 0.9 cc's of 0.02 normal sulfuric acid. تمام احنا كده حسبنا الالكالينيتي اوف فلتريت but using ميثايل اورنج انديكيتور. فكرتها ببساطه ان انت خدت نفس السامبل اللي انت لسه عامل عليها للبي اف وبعد كده بتضيف عليها الميثايل اورنج انديكيتور وبعد كده بتعمل تايتريشن عادي زي ما احنا ما قلنا بالسلفوريك اسيد تركيزه طبعا 0.02 لحد ما اللون بتاعه يبقى يلو او انت توصل للبي اتش اللي هو 4.3 بواسطه طبعا البي اتش ميتر بتقيسه طبعا بواسطه البي اتش ميتر زي ما احنا ما اتفقنا. الفكره كلها في الموضوع ان انت بتحسب الام اف او الريبورت بقى بتاعك لو انت عايز تكتبه هتكتب الام اف بتاعتك هتبقى عباره عن ايه. بيبقى انت حسبت مثلا وليكن البي اف طلعت وليكن 0.5 يعني مثلا بتشوف السلفوريك اسيد اللي استخدمته في حاله البي اف كان كام وبتشوف اللي انت استخدمته في حاله ان انت التست اللي احنا فيها دلوقتي كان كام وبتجمعهم على بعض فيديك الام اف بكذا. زي مثال وليكن انت عندك في اول تيست اللي هو البي اف طلع مثلا 0.5 واستهلكت بعد كده في التست اللي احنا فيها دلوقتي 0.3 فبالتالي الام اف بتاعتنا هتكون 0.8. دلوقتي احنا اتكلمنا عن الفلتريت وازاي تعمل له الكالينيتي. تعالوا بقى نشوف لو المض هتعمل له الكالينيتي هتعمله بالطريقه انهي بالظبط. تعالوا نشوف مع بعض ازاي تحسب البي ام او الكالينيتي اوف مض يوزنج فينو فيسالين انديكيتور. We are going to use the next sample now to measure the alkalinity of the whole fluid, which we are going to be calling PM. So the first thing I want to do is get a sample, which I'm going to get with a syringe. And I'm going to go ahead and go all the way up to 2.5. And then just release exactly one cc of sample. So there we go. It's 2.5 to 1.5. Here I got exactly 1 cc of the mud I'm analyzing right now. Now what I want to do is add exactly 50 cc's of distilled water or the ionized water. 25 cc's more. To stir it a bit and put an indicator, which is phenolphthalein, which is probably going to turn this pink, indicating that the pH is above 8.3. We'll go ahead and put approximately 10 to 15 drops. That's a total of 13, and you can see very well the turning color. Since the pH is alkaline, that means about 8.3, we got it pink. Now we are going to titrate with a very mild solution of sulfuric acid. Actually, this is 0.02 normal, which is approximately 1 gram of pure sulfuric acid to 1 liter of solution. So it's very weak, and I'm ready to go ahead and titrate to the final point. The final point is going to be when we reach 8.3 pH, which is going to cause this color to disappear entirely. So this is not going to be pink anymore. Here we have the sulfuric acid. So what I want to do is carefully, using both hands, I want to be dropping and at the same time stirring. And what I'm going to do is count and record
the amount of cc's of 0.02 normal sulfuric acid that takes for this solution to neutralize. You can see that the color is starting to disappear. It's getting back to clay brown again. So it looks like I might be getting a bit closer to the end point. The end point will be when the color, the pink color, disappears entirely and remains off. We don't have to have a trace of pink here. And now it's totally gone. So all I have to do now is measure, and I can tell you that it's 2.9 cc's of sulfuric acid 0.02 normal. So that would be my PM. That means the field of tailing point of the whole mud. We call it PM, and that means titrating with sulfuric acid all the way to reach a pH of 8.3, which is going to be given by an indicator we call field of tailing. تمام احنا كده حسبنا الالكالينيتي اوف مد حسبنا طبعا الالكالينيتي اوف مد يوزنج الفينوفيسالين فكره ببساطه احنا خدنا ملي من المد وخففناه ب 25 ملي من الديستلت ووتر بعد كده ضفنا الفينوفيسالين الانديكيتور بتاعنا 5 دروبس وبعد كده طبعا ظهر لنا البينك كلر فهنعمل طبعا هنحط السلفوريك اسيد بنفس التركيز 0.02 حتى البينك كلر ده ما يختفي بالنسبه لنا او نوصل ل 8.3 اللي هو الاند بوينت بتاعنا وطبعا بتشوف انت استخدمت قد ايه من السلفوريك اسيد فهو ده بالنسبة لنا بيكون هو البي ام وده اللي انت بتعمل له ريبورت تمام اوكي طيب احنا جبنا دلوقتي البي ام والبي اف والام اف وكل الحاجات دي انا استفدت بيها ايه انا لسه ما استفدتش بيها انت تفتكر بقى معايا كده لما احنا جينا في اول سلايد لما كنا بنتكلم وبنقول هو ايه اصلا الكالينيتي تايتريشن قلنا ان انت بتحسب الكونسنتريشن بتاع الهيدروكسيد الهيدروكسيل وبتشوف الكونسنتريشن بتاع الكربونيت والبايكربونيت طب تعال نشوف بقى هنستخدمهم بقى ازاي انت بتجيب الكونسنتريشن بتاعهم باليونت بتاعه بتكون ملي جرام بير لتر بالنسبه للاو اتش او السي او 3 او الاتش سي او 3 طب تمام بيكون في كذا كرايتيريا بتكون موجوده معاك فمثلا وليكن البي اف اللي انت جبتها طلعت بزيرو يبقى انت في الحاله دي هيكون عندك كونتامينيشن فقط من الهيدروكربون فبالتالي لو انت عايز تجيب الكونسنتريشن بتاع الهيدروكربون هتعمل ان انت هتضرب الام اف اللي هو الرقم اللي انت جبته في الام اف وهتضربه في 1220 اما لو كان في حاله ال2 بي اف اقل من الام اف فبالتالي هيكون عندك كونتامينيشن من الكربونيت والبايكربونيت وبتجيبهم بنفس الطريقه بتعوض في القانون ده مثلا في حاله الكربونيت لو عايز تجيب الكونسنتريشن بتاعه بيكون 1200 في البي اف اما لو كان في حاله البايكربونيت 1220 في الام اف ناقص 2 بي اف وهكذا بالنسبه لكل الجدول ده الجدول ده انا بسميه اللي هو السكند ماجيك تيبلز الفيرست ماجيك تيبل اللي كان موجود معانا في الكونتامينيشن اند تريتمنت وعشان كده قلت لكم الموضوع ده مهم جدا والفيديو ده يا ريت تتفرجوا عليه تاني طيب دي اول حاجه اللي احنا يعتبر بالنسبه لنا دلوقتي جبنا السوليبل سبستانس او السوليبل اينز بالنسبه لنا جبنا الكونسنتريشن بتاعها ملي جرام بير لتر طب تمام تعالوا بقى نشوف الانسوليبل اللي احنا قلنا عليها اللي هي زي اللايم اللي هو السي او اتش باي 2 هيتجاب ازاي هيتجاب بالطريقه بسيطه جدا انت جبت البي اف والبي ام طب تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه كل اللي انت هتعمله ان انت هتعمل تيست كمان بس لسه احنا هنتكلم عليها ان شاء الله بعد كده في التستات بتاعتنا في لما نحسب السوليدز اناليسز اسمها الريتورت تيست هتعرف من خلالها نسبه الميه قد ايه بالظبط وهنرمز لها بالاف دبليو تمام هتحسب بالظبط اللايم بالقانون اللي قدامنا ده وهيبقى قدامنا مفيش ادنى مشكله خالص والموضوع بالنسبه لنا هيبقى بسيط وبكده احنا يعتبر حققنا الشرط اللي احنا عايزينه او استفدنا من الالكالينيتي تيست وعرفنا احنا هنشتغل بيه ازاي وعرفت انا عندي كونتامينيشن من ايه وبعد كده هستخدم الداتا دي في ان انا اعمل تريتمنت ليها للكونتامينيشن اللي عندي بكده احنا خلصنا التيست واتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير باذن الله ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب شكرا